زيارة سندات كي 8 طبعات إيه الله كرا على نقضي ولقي إلهي السيد أبو شيخ محمد شيخ حسين شيخ عبدي أو لو قرن أجيها شيخ محمد رامولي أجا لغو قبتين مقالة مكينة رود إيه قبل كوالي إيه ودن كرين كينيا زيارة أيا كوب اللابتي قرآن أخر سكسعون إيه مدكة بدن 8 بري حرومها دريقة إيه كوكال يالا ميلا بدن أو كم مداها دلالك عالمك تيرادة زائرين تا أو سند بسند كدن بيا سي كورديا أيا مناسبة زيارة إيه سند كان وحاسي وين أغا سوقيب غلي كمانان مسلمين اه او اسيه كلا يميد قده هدال كنكين يأي دي بدي سبا مسلمين تي اسوغو تيميد حسوينها سند الله ايه السيد شيخ محمد رامولي ايا وحي هل كاسي كصوبان ديگين حلقات كالدوان اي حسك ربي او اد لوج عليستي العلامة المربي السيد أبو شيخ محمود نور شيخ عبد الرحمن سيد يوسف الله حفظيه أيا سوقت تمي حلقات كدكريغا إيه بنامبح زيارة دا سيد كأيان هالكاسي أقود دعية دمان دادكي زيارة دا كسوقيب غلي الحمد لله الذي اصطفى أنبياءه ورسوله وأولياءه على جميع خلقه وجعلهم محلا لأسراره وأنواره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرة من خلقه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى إمامنا وشيخنا وقدوتنا ومربنا إمام الأولياء وسلطان الرجال سيدنا الشيخ محمد ابن الشيخ حسين ابن الشيخ عبدي المشهور المعروف بشيخ محمد رحمه الله سر الله رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا الله به وبعلومه وأمواله وبركاته وجعلنا وإياكم من عباده الصالحين بارك الله فيكم أحسنتم زيارة ويناد شيخين وينا إمام الأولياء بنام بحي أيان جوغنا قسن كيسي إن شاء الله تعالى زيارة ونوسي سعندون تاه الضيوف ربضان أو الخير باجوغة سادات كيني مشايخ ديني باجوغة ضيوف ربضان أحباب ربضان آل بيت كنبي عليه الصلاة والسلام كل وحلنا أكرمكم الله أسعدكم الله زادكم الله نورا وإن شاء الله أنت سوا حاضر تدمان الله اللي يبانو حياكم الله وأكرمكم الله بارك الله فيكم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت صلاة المغرب كذب زائرين تا ياو قريدين عقودها حرونتا يقبض السيد أبو شيخ محمد رامولي Oh, my God.
قار كم يدها علماء الدين كأهل السنة والجماعة الدعاء ده أو كم يديهن العلامة شيخ عبد القادر شيخ محمد متان شيخ أويس عبد علي شيخ عبد النور علي سلاط إي ولبا شيخ عبد الرساخ شيخ علي شيخ إبراهيم أو ضدك كلها الله مجلس كوين محاضرة زيارة أي هل كاسي كسو قد بي مواضيع كلا دوان أو مهمها كوا أسواد أسو جيتي ددوينيه كسو قيب قلي مناسبة زيارة إخواني في الله فضائش زيارة أولياء الإله قبرها ظل زيارته إيه حصوصة لحصوصة إيه كشاكين تلقى شاكيو إمام أحمد بن حنبل باسد وقروح ورايا سفيان بن عيينة المقلية سوى بهاية تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين رحمة دواسودك تا صالحين تمرك الله حسايا حتى هذا سيدا سكر إمام غزالي كتاب كسيحي علوم الدين كوحو كسور هراي قول كانوا كانوا كسور هراي أيضا لقى سور هراي سفيان الثوري عند ذكر صالحين تنزل الرحمة صالحين تحس كذا أكتر أن حديث سودك تا عاوى مركا إركي بأن حديث لدوغن إركنا مركو دأيا لدوغ تا رحمة الربي أولياء إلهي حس كذا أكتر أن كسور دكتنا قلبي سليم أيا لدوغ تا يقولوك الله أنه هكاجيو محمد بن يونس وحول رحمه الله تعالى ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين قلبك ما أعرن أرق وحق داوين أك وحق داوين أك وحق نفع بضن قلبك ما أعرن أرق صالحين تحسك هذا قلبك يمير دي إيران كفولي إي دروب تمدر بيسي عاو كرو نوريا عاو كرو إفتيميا عاو كرو صوفيسميا عاو كرو نغميا وحو الباء مركي إلا آغي وحق داو بضن ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين صالحين تحسك الله وح قلبك وردت الحب ما أنا رجل مرك الله سبحانه وتعالى أياكم هدسا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عدوى بإلهكم أوسن هنونين إلهي سبحانه وتعالى أيا وحن رمهد علينا إن أوطن وحنوني زيارة أولياء الإلهي يؤدبال دقيد حبيب كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن أدبال دقيد إنه يسوكا نظرين لبضع سنعمه بشي موري طلشد هذه إيا الروح دي طيبة عيدة طائرة عيدة سيدي أبش أحمد رأشم أحمد الرحمة قدس الله سره زيارة ديسي إلهي يسوكا نظرين نوافجي أيا ما هدى إسكال إلهي بأن أمهد علينا لا شكرتم لا زيدنكم هذا شكر سوا دين زيادنا يا إلهي ومحبنا زيادي وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي الله إليه سبحانه وتعالى مركي إلهي آياتي وأدرس آياتي وحكوري سيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مركي إلهي وضدك المسلمين تعه يا مؤمنين تعه والتواري على كعبس أمري إن أي معروف كان الفرطومان مناهدنا يكهر إلهي مركو أمري كذب ما إلهي وفو رأسية وحمهم وراء المسلمين تأدون كوريا آخر ودبا وكان سيدا يمهير واعتصموا بحبل الله إلهي حرقي سوى قبصرة حرق إلهي ومكوية والدينك والنبي صلى الله عليه وسلم واتونها القرآن وحب الله المتين وصراطه المستقيم قرآنك وإلهي سبحانه وتعالى حرقي سيعدك وعدي قبصته عن لقو عين ووضري التوصل إذا وقفكي قاله وضريق النجاة كي بدماذا وكوك عرأيه مرك إلهي مكوية حرق إلهي ورقبصرة وكم دوبة ولا تفلقوا حنك اعتقيدا وحكوك لتقيدا خلافك وخو كبير عرم حدي إلهي سبحانه وتعالى الدين كيسا لقره الشيبه ومدى المسلم كايسنا خلافي كرته وحلا روحي خلافه يماده وحا حلنا يوع الله يقود بكره مركي حرق إلهي لقبصرة سبحانه وتعالى مركي إلهي وحو يلي حرق إلهي قبضة ولقبصرة واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وحد أغاد الحسوستان نعمدي إلهي سبحانه وتعالى كركينا ويلي إلهي نعمد كركينا يلي حسوستا إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم markii aad ahaydeen kuwa calaho isnaad oo islaaya oo dagaalama oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala qulubtiina isu soo duray ilaahay markaa wuxuu ku yiri law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim haddii aad ku bixin lahayd adduunka wax yar oo hantii oo dhaad aad ku kharash garay lahayd qulubtu isbaadan soo duntay laakiin ilaahay isu soo duray subxaanahu wa ta'ala marka idu kuntum a'daan fa alafa bayna qulubikum marka aad u yar ahaydeen oo ilaahay qulubtiina isu duray fa asbahtu bi ni'matihi ikhwana فأصبحتم بعد مواصفيه بصالح رحمته الحديث إلى إصاب كذا واحد نغتين إخوان وقوة الله نغتين وأخوة واحد أخوة إذا كان كده حيثه وهي وراروه اسمنا الدلان اسمنا حاقران اسمنا النحبالان اسمنا حياة الشعر وراروه وحيه يهي يدبع مثل كان إنه شعر يهي وراروه إلى ليه ويهي وي انت سأكسوا بكوية كلمات لك هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن تنان ميش الجوك تاهي وقال كيف حرب إنسان عرق أنا إنت عن شيخ عرق أنكم إذا رأس مخلي لكن إنت عن عرق أنكم إذا زيارة أنا ما أنت وحن كسو هذا مقالة مقدشة يا كسو هذا
مقدشة هي كسؤال زيارة وسؤال وأن جعل أو شيخ يجل شيخ بجيجا أنا أرك وناك سين وولي إلهي كمدي أنا أرك ده تاسر واحد هاي وأنا باتن سنة يكله ده زيارة دي سوى دي كسر وريجي إله هذا إسم سرطان مرك ما دام أو إلهي أمر كيس قاتي أو إلهي عبادة دي سيو غواي إلهي دين كيسي أو فافيي أو صار صاري ذاتك دين كي الطريقة لك قاري أو جهود وين أو قري أي أيامنا ما أنت أي وضان تعرف مرك بدل كذي جهودي كي يرفات كي يأدوية مع معان كذي أو كبري أي إلهي بدل كذي وحوسيي إن أولاد صالحة إلهي أو كأرزقي أي إلا يا ما أنت أي سعته زيارة لي سي هي سعته مرك شيخنا وحالنا هاي إلهي وأن حريستي درجة دي سألها كرك يا رب دريقة دي ساتي إلا قيام ساعة سعطة الله كدو دولة أيو لسي شيخ محمد رحمه الله دولة أيو لسي دريقة وحا يكون لسنتها سيدي ذنبه وقلبك وحا وأعماش قلبك أي كل سنتها قلوبت أو أحيابها حمانت أه لقبا بأشو لغونا بسو لغوك رطيو وحيابها ونمناكسن وعلى وحا اي دريقه اي كل سنتهي وحا اي حوق سارته وامده سوى مركة حديث جبريل علماء وحا اي بحان حديث كاسي وكو كهد لاي وحا واي سيد حرمني ودين تعيلان هاي اسلام اي ايمان اي احسان وكهد لاي حديث كاسي وعلى وذيقا ان حديث كمشهور كورا حديث كاسو اركان الدين كالغشة كينا ايو علماء اسلام كردون الشرائع دا ان ظاهر كينا دوري فيخيقا اي كتبادا اي دجيين وحي قلت رجلان شرائع دا ظاهر كينا الى علماء عقيدة الإسلام كطوري علماء الأشعرية أي هو وين علماء المفردية وحي إلى ريان قيمة إيمانيات كهاي ولحد الرغني وإيمان كهاء علماء دي يعني أهل التصوف وحي إلى ريان قيمة أهاد الله بدأ سمريها كبشة وقف مقام كوكو جارايو وأه الإحسان مقام الإحسان مقام كاس إحسان كهاء وأنت عبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وحا عليك كجارسيك روح واي والشيخ إن عليه هاي وحنا ده هاي بدن لقريب سدا وعندك حتى المارت دين تبعته مع ربنا هنا الشيخ لاي الشيخ هاني دفتر واي جاوب كقرآن يعني دفتر كجاوب كقرآن عليك إنت عليك جاوب ده إسكا يعني إن مامور لستيد أو مسكح لسكب لستيد جاوب ده مس ما لسكرتي معرفة وبعنتها الشيخ هاني وحنا كان السلوك إيقاب كجيك إلهي الله قاله ويقال واو بسيلي وحي عصاقا هيا هذا ما انت داست الى الاجتهاد بدن قل وحن سمي اما اجتهاد كيدي مبا قارن با اما واحد فارا يسال محرفات مقرية الشيخ انا كوسو تحتيرية وو كاني الشيخ جيب كيس عمر علم هذا مركب قبال خاسي دفك كليين مركب صباح الله صادري مشروع على الله صادري وحواي علم هذا شرعات إلا حماية مشروع هدم الدين باسم الدين بل انو يهي وحكو دليلة مذاهب الاسلام كا فقه يعني ديوانيين وحين كفرين دعاية وإليه مذاهب تان وحويه في عضوين وكملة عبد المطلبة كتابين بقرآن وحاس عقيدة الإسلام كا وقرتي أشعرية مركي الإيران يكاد أن ينحرق رأسه غضبا يعني انت تكبده على الدرادة انت تكبده أشعرية مركي مغلو مركة علماء دان هذه لقى بحيو دين الإسلام كأنفيرنا إن دين توحى نقلص أحاديث الرسول كأسانيد ولا يكتر القرآن الكريم كا وأوجد قراءات ولا يقراءات قراءات الجوهرية قراءات كان وحورية وعلماء استرطع له علماء استرطع له وأكتر أشعرية هي صوفية كبيحة أحاديث الرسول كبيحة فقه الإسلام كله ورينا كتابه اللي ورينا كله وكجرا مرة بدل ما هنا عليهم دين كلا ذات سنة دين الإسلام كالسقاف وأداد دي ذي هذه كلا تروح على التستاء انت عن انت كبودت كم صرا انت كبودت ككر انا أدود وحكا ولي كرتين انا قلت تسي وقال هذا وحن كف سينا انا هالمر علماء الأشعرية هي علماء الصوفية كف سينا انا دين حكا بقى عيب مع صورة متغنى زيرا صهر زيرو إبر صفر وحبا سببتها
دين تسلسلة يقصعتها سلسلة سلسلة اسنبتها ليقصعتها إسناد وحلي لالي الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقار من شاء ما شاء دين تسند واي أبتر واي أدنى أبتر كاري رالي كما إهد إلى أووو قدام بيه أغار تقاني هل حبين أحد لغا سعره من ربتدوا سيقول ربتا دين تقين لغا سعره سند كيدا qaar ka mid ah maamulayaasha macaahida maraakiista iyo waliba jaamacadaha lagu barto culuumta shariicada islaamka oo ay ka mid yihiin dr sayid xasan ba xasan jamaluleyl aasaasaha iyo maamulaha muasasada caalamiga ah ee multaqa nuur oo ziyaarada uga yimid cariga jasiiradda mayote ee hoos tagta waddanka faransiiska dr sheekh cumar al ahdali oo ah maamulaha macadka caalamiga ah ee maamul nawowi ee ka howlgala gobollada kala duwan ee dalka kenya استاد علي عبد الله وريو او كميدها خويه ندى وحكه دغه معهدك سره امام نووي فرع عيسى مغالده بمباسا اي وليبا دكتور ايمن عامر محمد او اسغونا اه مامولها مركز كعمر بن قداب اي كهول غلط غدها دلك كينيا او دمانتود لا هدلي تي في المحموديه ايا كا ورمي درينكودا كو ادن زياره سنه كان اي وليبا حبسمي اسودكيدا هذه من نعم الله الكبيره ومن اجل نعم الله تعالى ان بقي لنا هذا الإسلام على أيدي رجال خلفاء الراشدين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التابعين من بعدهم إلى يومنا هذا وما يزال الدهر يشهد هؤلاء الخلفاء وهؤلاء الأولياء وهؤلاء الأذكياء والأزكياء عليهم رضوان الله تعالى فها نحن اليوم من أماكن شتى ومن كل فج عميق حضرنا وقصدناه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحن خرجنا من بعيد ومعي وفد من الوفود وجاءوا وفودا شتى من أماكن شتى يقصدون هذه الزيارة وفاء لما بذل من حياته لخدمة الله ورسوله ميمكم بجيناني علي عبد الله وريو Nimekuja kutoka Tarasa katika sehemu ya Tana River County. Tumekuja hapa kwa ziara ya Sheikh mkubwa, wali mkubwa katika mawali wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magacaygu waa Ali Abdalla Waliyo. Waxaan ka imid magaalada Tarasa oo ka tirsan countyga Tana River ee dalkan Kenya. Waxaan u imid ziyaarada Sheikh weyn oo ah wali Ilaahay oo aad u weyn. Farxad weyn ayay ii tahay inaan ka soo qayb galo ziyaarada Sheikh weyn ee Sheikh Muhammad Ramole. Waxaan halkan kula kulmay qaadumin wanaagsan oo xuska Alle ku dhagan iyaga oo qidmay markii aad aragto waxa dareemaysaa in ay yihiin dad quluubtooda ay taqwada Ilaahay ka buuxdo markii aan halkan imid isbeddel weyn ayaan dareemay dadkan dad lamid ah wali ma arkin waan idin mahadcelinayaa waxaana jeclahay in dadka oo dhan ay ka soo qayb galaan ziyaarada kwa hivyo tumeshukuru sana na tunaomba na tunatamani kwamba watu wote waweze kuhudhuria katika ziara kama hii tuna furaha kubwa ya kuhudhuria makabila tofauti tofauti farxad weyn ayaan dareemayaa ka soo qayb galka ziyaarada Sayid Sheikh Muhammad Ramole oo lagu dhigayo magaalada Makino countyga Kwale sanad walba halkan ayaa lagu dhigaa ma fiirinayno jinsiyad dad kala duwan ayaa ziyaarada ka soo qayb galay sheekha taariikhdiisa waa mid la wada og yahay alla ka cabsigiisa iyo taqwadiisa ayaana halkan na keentay oo aan ku nimid sheekha dadkii diinta ka dhaxlay ee qulifadiisa ahaa ayaa dunida ku baahay cilmigiisana dunida ayuu ku faafay waxaan allah ka rajaynaynaa inaan ziyaartan kala laabano anwaar iyo xasanaad fara badan insha allahu tacaala mwenyezi mungu atutaqabalie katika ziara hii kupata hasanat kupata asrar kupata mazuri ya ziara haya wasalna min jazirati mayot ams li huduri hadhihi ziara almubaraka wa yatimu liqauna ma ahbabina wa asdiqana على هذه الفرصة الذهبية الذي يجمع بين أبناء المسلمين من أنحاء العالم فنحمد الله ونشكره
أن يسر لنا هذه الزيارات، هذا اللقاء نسميه لقاء مجمع الأحباب، فنحمد الله ونشكره على ما تيسر علينا وعليكم. gabagabada ziyaarada ayaa waxa soo xiray al-alaamatu al-murabbi as-sayyid abu sheekh maxamuud nuur sheekh abdurrahman sayyid yusuf xafidahullahu ta'ala waraa nabigu uu amray alayhi salaatu wasalaam khayru khalqillah habibullahi alayhi salaatu wasalaam kuntu nahaytukum an ziyaratu al-qubur fazuruha ziyaratu al-qubur aad ka raayay markii hore oo aidan diinta aqoonin oo tarbiyada aqoonin oo islaamnimada ku cusbaad oo aad ka celiye hadda ziyarta amr waay hal ziyaratu qaburaha salaatu wa salaam alayh sunnada ma caasho markaa nabi maxamed aad nabi nuur alayhi salaam أنا بن عمر عرفت أنتي أنا مرة عينه نبي نامها نبي رسول الله محمد عليه السلام بارك الله فيكم إلهي الذكر صلى بديو قرآن آخر صلى بديو عبادة هلا بديو ساتورك هلا بديو دوك على سعدا الله عليه فذكروني أذكركم بسم الله الرحمن الرحيم يحصى ولا يحصى ياي أذكر واحد أهين أضل مسكينة ضعيفة إلهي يقول هذا يحصو أدوى رب العالمين خالق الأكوان يا حسين مرك إلى حسين جسوك حسين تلقيا واحد كرس تلقيا الدنيا آخر ما لسوك بكر ما كسر دار شو حرام ولا رضي الله عنه رضاه إلى هديك بسوا بدني قرآن بدني استقام لازمة طريق النبي وراء عليه الصلاة والسلام كرامات جسر ما سوك بكر آد بأفر بدناي لكن وقرنا إن لو قال مج عليه واسير قفك صادق وأهل الخلاص هالقرب قفر وين لو قال كرامات جسر أمر الله أمانه أمر الله شرف قفر صادق معه أسي إلهي حركة الحياة من خالص أو صافية أو نظيفة معها قفك مركب حيوبة أنت إلو قصارة أو مركب من صفانك الدبايو ومقام كتبعه أو إلهي هو عرض له يجيسته بارك الله فيكم مشايخ بدا ما جوكتا وحكى له جوه شيخنا شيخ عبد السلام ابن سيدنا وشيخنا حاج أحمد ابن سيدنا وشيخنا إمام الأولياء يغوث الورى شيخنا سيد نور حسين مع الدار وقدس الله سره ورضي الله عنه وحاجوك ساسرنا الشيخ محمد نور ابن سيدنا وشيخنا القطب الربان سيد الشيخ أحمد رفاعي ابن سيدنا وشيخنا حاج أحمد ابن سيدنا وشيخنا إمام الأولياء يغوث الورى شيخنا سيد نور حسين ما شاء الله توافر حدوين مساداتك نودو عينا بارك الله فيكم كدب أشرافتا قتب يسوى إن شاء الله تعالى وحوفي الله سبحانه وتعالى الله أكبر ومن يقول دمبيغنا الله نافع مرادكنا الله سار حاجاتكنا الله توسير انت كسو شبهت زيادة وعصر من ميسي دبك حقوق الشيء قربانك بحس مرادك الله سار سيدي شبه عمر الله والد سر الله انت أخذ ميسي وعطي من وبردي أعدسي وقربانك يبتل وعجيكنك الشيء حوان يرد مرادك الله سار مرادكنا الله سار سعادة انت دمبيغنا انتقنا حاجاتكنا الله أكبر اللهم اكبر مراتنا وحلالينا وسعدنا وديننا وبركاتنا وغنمنا وحفظ أهلنا وأولادنا وأزواجنا مكينا روح بلا بلغوت عيني بلا رقبة بلغوت عيني أمان يا نبي بلا بلغوت عيني صلى الله على خير خلق محمد النبي وعلى صحبه وسلم sanad waliba xilligan oo kale ayaa halkan ka qabsoonta munaasabada weyn ee ziyaarada asayid sheekh maxamed sheekh xuseen sheekh abdi sheekh maxamed ramo oo allah karaal noqde waxaana sanadba sanadka ka dambeeyay si kordhay dadweynaha ka kala imaanaya daafaha caalamka kuwaas oo soo tiigsanaya isla markaana sida weyn uga soo qayb galaya munaasabada ziyaarada عبد الرساق علي قوليت المحمودية تيفي مقالة مكينة رضي